سؤال يقول: ما حكم من جاء بعد الركوع الاستدراك؟ كتب ما حكم من جاء بعد الركوع، ما حكم تلك الركعة، يعني ما حكم قضاء تلك الركعة؟ كتبت السؤال زي ما كتبتي إبراهيم بطيء، تتنقش نقش تتنقش، تدرب على القراءة الكتاب السريع. ما حكم من جاء بعد الركوع؟ الجواب فيه خلاف، فيه خلاف على قولين. قول الجمهور على العموم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. على العموم يعني لا يقضي ذلك السجود، لا يقضي، وإنما يقضي فقط ما فاته، الفاتحة والسورة إن كان معها سورة والركوع، والسجود لا يقضي. هذا القول الأول، يعني القول الأول لا يقضي السجود، بس لا يقضي السجود، يبقى معروف أنه يقضي، لأن يعني الركوع فايتنا والفاتحة فاتته، فاتته الفاتحة وفاتته السورة، هذا واضح. ما أدركتم فصلوا، وهو أدرك السجود، وما فاتكم فقضوا. القول الثاني، القول الثاني الجمهور، القول الثاني يقضي الصلاة، يقضي الركعة جميعا، يقضي الركعة جميعا مع السجود. يقضي الركعة جميعا، وهذا القول كان يقول به شيخنا القنوي حفظه الله تعالى، ثم توقف في المسألة. آخر ما بلغني عنه منذ سنوات أنه توقف في هذه المسألة، لكن هذا القول هو قول الشيخ الخليلي. القول الثاني هو أيضا قول سماحة الشيخ الخليلي، أنه يقضي الركعة كاملة. القول الثاني هو قول الشيخ الخليلي، يقضي الركعة كاملة. واضح؟ من يذكر مثالا على ذلك في صلاة من الصلوات ويطبق عليها الخلاف؟ من يذكر، من يطبق هذه؟ يذكر مثال في صلاة كذا 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 جاء كذا جاء، عبد القدوس المريخي. نعم تفضل محمد. يعني في صلاة العصر مثلا، جاء في صلاة العصر مثلا، جاء في صلاة العصر، نعم في الركعة الأخيرة، نعم جاء بعد الركوع، نعم يقضي ما يقول في الركعتين الأخيرة جميعا مع السجود. على قول الشيخ نعم، وعلى قول الجمهور لا يقضي، لا يقضي، لا يقضي السجود. على قول الجمهور لا يقضي السجود، وإنما يقضي ما فاته فقط. أحسن، شكرا، واضح. بعد الركوع لو عملت بقول سماحة الشيخ طيب، ولو عملت بقول الجمهور قول طيب. أنا شخصيا الذي يقوم به الآن أنني لا أعيد السجود، لا أعيد السجود، وأعمل بالقول العام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، باعتبار أن السجدتين أتيت بها هكذا.